السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا باش نعطيكم معلومة راهي تخلطت، يعني شعلت بسبب يعني تصريحات تاع حفيظ الدراجي، وين ضربها الدور حفيظ الدراجي، وين تكلم، يعني وين قال لهم الناس هذو بسبب على بالك بلي تخلطت بين المدرب هذا، المدرب اللي راكم قاعد تعرفوه، يعني وين المدرب العظمه مع حفيظ الدراجي بسبب منشور يعني حطه في صفحته بموقع الفيسبوك. كان بامكان على الاقل دفع بجيل جديد، يعني وين يعني من اجل هذه عامين حفيظ الدراجي يتكلم، هذه عامين ضربها الدور، ضربها من وين بسبب، يعني كل واحد يتهم، يعني اللي يكون مريض يعرف ذره، كل مريض يعرف ذره ويعرف الطبيب واش راه يهضر معاه. حفيظ الدراجي دار تصريحات، يعني تلقى مكالمه وين راحوا لابعد نقطه، يعني وين اتهامات خطيره، يعني وين كان وين غادي ننتظروا من حفيظ الدراجي يعني بمنشورات تكون ما غاديش تكون سهله، منشورات اللي ما غاديش تكون سهله، وين شان وين حفيظ الدراجي وين جهه وين قال لهم جهه لم يسميها بالاجهاض مرحله الاصلاح واعاده ترميم كره القدم، وين تهم جهه يعني وين قال لهم اجهاض مرحله اصلاح، ودعا الدراجي الجهه التي لم يذكرها الى تحمل مسؤوليتها والانعكاسات والتداعيات على المنتخب والكره الجزائريه مستقبلا. يعني وين الناس وين حافظ الدراجي حط نقاط على حروف، الناس ما عجبتهاش. بنادم انت ما تكونش انت ما انت سبحان الله انت ما تكميش الريم، يجي واحد يقول لك انت تكمي هذه باكية تاع الماربورو، باكية تاع الماربورو خاوية تاعك، تقول له لا، تقول له انا هي لا نكمي الريم، انا ما نكميش ماربورو، باكية مقيوسة ماشي تاعي، خاوية ماشي تاعي، ماشي تاعي، انا هي لا نكمي الريم نورمال، ما عندك حتى حاجة. ولا واحد يقول له ولا واحد يفوت يقول الناس راهم يكمو الماربورو وانت تكمي الريم، ما عندك حتى حاجه، تقول بلي يهدر على الجماعه اللي يكمل الماربورو. كيفاش انت مدرب تربط الهاتف تاعك تعيط تدابز مع حفيظ الدراجي؟ حفيظ الدراجي وين كان عنده رد عنيف جدا، حفيظ الدراجي كذلك كان عنده رد عنيف جدا، غادي بعد تعرفوا شو كيف بسبب منشور وين دعا الدراجي للجهه التي لم يذكرها بالأسماء إلى تحمل مسؤوليتها ومسؤولية الانكاسات على المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا. خاطش غادي نقولوها ونعاودو، ناس لا غالطة هضروا على زفزاف ولا يدعموا في ندعموا زفزاف ولا ندعم سرار، أنا ما نكذبش عليكم، ما نكذبش عليكم، انا ما بالك شويه عندي امال في سرار، بصح من بعد كي زفزاف كي سرار، نتمنى ان شاء الله بربي السلطه تتدخل وتقيس لهم الدوسيه تاعهم. خاص سرار وين هذيك الباترونه تاع سيدي موسى وين دارت له فيديو تعمر فيه يهدر بالنار، ايه غادي هي سليمة هذه. زفزاف مليا قال لهم تكثيف كرة القدم من الوراء ومن الامام، مين هذه سيال، انا ما فهمناهاش. مزيه سانتانا مات، مزيه سانتانا كريف، هذو مزيه ماتوا، هذو كريف هو سانتانا كان مدرب كبير وخلق لي تاكتيك دو جو، كريف كذلك وين خلق تيكي تاكا في البارسا، طبقها في البارسا، يعني من بعد هذو مزيه ماتوا، هذو مزيه ماتوا، كون سمعوا بلي تكثيف كرة القدم من الأمام ومن الوراء، كانوا غادي يموتوا على ذنوبكم، مزيان ماتوا، أظن نتوما تدعموا في زفزاف، لا عيب، لا عيب، أنا قلتها لكم النهار الأول، زفزاف
ما هوش تاع كرة قدم. زبزاب كان ناجح الحاج محمد راوراوا يعطيه ورقة يقولو هاك تروح تك 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 تخرج على الخط غادي تطيح، تخرج على الخط تطيح، تخرج على الخط غادي تطيح. قلت لكم بلي زبزاب كان ناجح تحت النظام تاع الحاج سرار، ما نعرفوش حنايا، المهم نعرفو انا في سطيف، بصح سطيف باش يقول لك نقدر اتحاديه ونطلعو بالخف، لا لازم له يفوت تحت الى ما كنت اللي بي يولي شيخ لازم يفوت عند الشيوخ، بتولي شيخ فوت عند شيخ، لازم من ينزل ويخليك يخليك في القطار مع الناس اللي راكبين في الفاق الاول، مع الناس اللي راك اللي الحاج بغينا الحاج غير عامين يقاود واحد ولا زوج يخليه في القطار في الفاق الاول وينزل هو لاري الاولى الزوجة ينزل ويخلي الفاق يروح. ايوا الناس يتخدم توما كيما قبيت ما يبلو عليكم، يبلو عليكم ما غاديش ما غادي يدير والو. زيد المدرب ضربك المدرب الاخر معمر جبور قال باللي البارتيا قاسامة بارتيا لامة، قلنا عوار عايل، قلنا باللي في الدومي بصح ما غاديش تبقى كيما هكا كل خطره كل خطره كل خطره. الشعب غادي الشعب انا قلتها لكم ونعاود، كاين زوج فئات تاع الشعب، كاين زوج فئات تاع الشعب حذاري، خاطش واش راه صاري الناس اللي تبغي ليكيب ناسيونال بدون انتيري ماشي العاهرات تاع اليوتيوب ولا دراري صغار اللي قابينهم قاعدين يكومونتو والناس مامنه بلي هذوك عندهم راي، هذوك تلمهم كاع، هذوك كاع اللي راهم ذوك العاهرات الولي راهم في اليوتيوب هذوك تلمهم كاع ما يخلصوش فتره على روحهم، هذوك كاع والديهم يخلصوا عليهم فتره. كان لي غريان في الفيسبوك قاعد كاع النهار ويعاير من الغاشي هو غريان، ما ديروش على الغاشي نتوما كاع لازم الصح. انا عجبتني ديك قناتي ودي راح لي اسمها وين تخرج في الشارع، في الشارع الهضره على الشارع. شعب قال باللي الحاج محمد راوراوا صاحب هذا المرحله الانتقاليه صاي 2019 صدقت 2021 صدقت، بصح ما انت ما غاديش تقعد تصدق لك ديريكت. ضروك تما ضروك انايا تبان لي بلي وزارة الشباب والرياضة ولا السلطة لازم يدخلوا بنت في كاع اللي يجي في المشاريع تاع رؤساء اتحاديات. المدرب كي يجيب ستاف تكنيك تاعو ينجم يجيب رئيس اتحادية تاعه، ضرب مدرب كي يعين لك مكلف بالاعلام يعين لك ماناجر يقول لكم هادو ما توشوهم ليش، راه هدرها هدر انا كنت نهدر فيها من قبل وزاد هدرها كي يسموه هدرها يا هذاك قعد صحابي قال لهم شكون اللي ينجم يتوشي مكلف بالاعلام والمناجر وبالصح زين عامر هو اللي هدرها. هذا قلت يا مدير هذا زيد دير 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 رئيس اتحاديه حافظ الراجي قال لك انت شكون وانت سبب خاطر كان يقول لك انت كنت بيناتهم في التليفون. انا ما كنت بيناتهم بصح على بالي شكاين على بالي وسرى دروك تهدر عيط الو تهدر كوميساريا تهدر من تاع ايار وتربحوا غادي نهدر نقعد نهدر ان شاء الله بربي او بصح الشيطان دمروا باغيين يجيبوا عرايس صغار عروسه صغيره ما تعرفش تخبز كسره ما يجيبوها تحطوها انت زبزاب انت ولا صرار. انا نتمنى ان شاء الله بربي كاش صبحيه ولا عشوه نوض يقول لك دوسير في زوج انقسم ايا ليك وروح يبو الصح. انا نقول لكم نعاود اشبال الاماره خرجت مهندسين مسيرين اطباء خرجوا كلش، جيب من المهندس جيب من اشبال الامه
ما يعرف لا مدرب ما يعرف لا من لا من هي يعرف تسيير الدولة توقف مورا تسير قدام هذه هي يقعدون يلعبوا قرد حلاوي هذا قرد رانا نلعبوا فيه قرد هذا قاو كيما هكا ولا